حيو هلا والله حياكم الله. طيب عقلة نسمع دائما عقلة 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 عقلة، ما هي العقلة؟ تعال معايا ونشوف ما هي العقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب العقلة هي تجي كده، هذا شكلها العقلة اللي هي الفاصل، هذه يسموها عقلة الأصبع. أي فاصل بيدعى باسم عقلة، لذلك في النباتات سموا العقلة. نجي نشوف أهو فاصل من هنا إلى هنا، من الورقة إلى الورقة، هذه تدعى بعقلة. عندك اللي هي جذور الهوائية أولا دليل، ثانيا اللي هي عندك الأوراق. طبعا حتى التعقيل يا إخواني، صدق أو لا تصدق، لي فن التعقيل، مو أي عقلة نقدر نحصل عليها يلا هات أي عقلة، لا، يجب أن تكون فيها نموات جميلة، أوراق نظيفة، طريقة تعقيلها تكون صحتها جيدة سميكة، هنا تقدر تحصل على العقلة، هذه تدعى بعقلة أو فن التعقيل. طيب من الورقة قلنا إلى الورقة، أو الدليل اللي هي عندنا البراعم الهوائية، هذه البراعم الهوائية، ترى هذه المعلومية هذه تدعى كذلك، شو قد قصرها، هذه عقلة، يعني تقدر تقص من هنا، تخيل من هنا تقدر تقص من هنا وتحط هذه الجذور هتبدأ تطلع معك، ولكن أنا لا أحبذ، يعني نرجع نقول إنها فن. هوريكم بعض العقل عندنا ما شاء الله تبارك الله كيف طريقة فنها في القص، وهنعرضها كذلك للبيع.